اهلا وسهلا بكل مشاهدينا اللي بيتابعونا على قناه NETV. النهارده احنا موجودين تحديدا في سيك هوكس نيو جيرسي عشان نغطي حفله النجوم اللي جايين من مصر مخصوص عشان يحيوا حفله بمناسبه الايستر، وهما النجمه مين عطا، النجمه رنا سماحه، والنجمه حماده الليسي، ومعاهم نجم نيو جيرسي اسلام فاروق. انتظرونا وخلونا مع بعض نشوف ايه اللي هيحصل. Thank you.
تحسوا اللي هو يعني عايزين. من كام سنة وأنا وحبك أنا، من كام سنة وأنا وحبك أنا، كلمني ولا بتكلمني، كلمني ولا بتكلمني، بلاقيك يلا بينا على هادي. اهدى حاجة عندنا في مصر. يا واد يا حتة مني، ايه اخرة البعاد من عطفك يحرمني وطول في العناد. صارت شوق حيرت شوق وغلطت معاك، وانت المحبوب عليك الحق عليك، هو اللي خلاك وغلطت معاك. ولع 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 I'm not afraid.
كلكم منورين، كلكم منورين. تحية لخال وسام بالفم المليان وأحلى أهاب منور الدنيا، وتحية تحية لجمهورية مصر العربية. يطلعونا ليه؟ طبعا اللي جاني من زمان يا كوكو لولو، لا 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 ل
I'm gonna